لك يا هيبة وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا. اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلمه طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبيتسي كوريا متدهوله في اللي هي فيه. يعني الدنيا امان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. انا هسبقك وتعالى ورايا. اجي وراكي فين؟ انت اتعطلتي، انت عايزه تفضحيني يا نوال؟ هي ناقصه شرده؟ لا شرده ولا مش شرداش، وانا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا اله الا الله. ما انا بقول لك الدنيا امان، وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين. ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص، موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا، وتكسر الشقه على اللي فيها، ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شطان. ضعيفه يا هيما، ضعيفه. يا اهل المنطقه الكرام، طلبت مني الاخت كوريا عبد العاطي ان اناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنه الحاجه سندس، ومن يجدها ان شاء الله له مكافاه مجزيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشكرين يا عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله، والبيت بيت الله، وما انا الا امين على هذه الامانه. الله يبارك لك يا مولانا، سلام عليكم. اقول لك يا اخت كوريا، وامر يا عم الشيخ. الامر لله تبارك وتعالى. انا كنت عايز اكلمك في موضوع بشان الاخ ابراهيم، بس انا شايف في الوقت غير مناسب. انا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك ان شاء الله. ماله ابراهيم يا عم الشيخ؟ كل خير ان شاء الله، لا تقلقي. انا بقول ناجل هذا الكلام من الافضل. انا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. أن تطلبي من الأخ إبراهيم أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. أنت فكرك دخلة الجامع دي سهلة ولا أي حد يخشها؟ دي عاوزة قلب، وإحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد. دعي لنا أنت بس. هي شايفاك ما تردش عليه. لا اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربه، ده ايه قله المزاج دي؟ هات شغل الزفت ده. ماشي. الو انت كلمني.
يا ابراهيم بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك وعايزانا نروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اساله هو فين؟ طب بقول لك يا سوكا انا طالعه كده، ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك، اوعى تهبل في الكلام، صاحب لصاحبه يا سوكا. ليه يا حول الله ولا قوه الا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول يا سوكا، بحاول، ادعي لي. ماشي يا ابن عم، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم باتصل، لو احتاج نقل دم باتصل بيا. طيب سلام. بس يا كوريا استني. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ حاضر يا كوريا، حاضر عليا. ده في مشكله. ايه هي المشكله يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبطه توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت، بس هو قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام، صاحبي بقى وانا عارفه. حاول لا قوه الا بالله العظيم. ماشي. الله يخرب بيتك يا نواد، الله يخرب بيتك، بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيما؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت راح. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طقانها. اه والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا مسبتي يا مسبتي يا مسبتي. في ايه؟ سلومه جه حضرتك اسود ومنك. تعالى هنا، رايح على فين؟ تعالى البتاع، ام البتاع، هنروح تعالى فين؟ على فين؟ تعالى هخبيك في اوضه النوم. هنروح فين؟ اوضه النوم ايه ده؟ وقت اوضتك. تعالى تعالى اخبيك فيه. تعالى اخبيك فيه. ناو واحد وقع من الجوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بالطين. بالطين؟ ده الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهدني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه ما فك الزنقه. ايه انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح؟ انا مش بس المتقال انا قفلته، مش عارف وانا البيت دريان بحاجه ما ادخل اعمل البطين. ما خلاص يا ولية، حكيتي لامي كل حكايات المجانين اللي تعرفيها في حياتك. انا مال انا ومال مجانينك؟ انا خالتي مش مجنون، سندس مع اقلها ما خافش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه والعيد بيه. بقتي حرام يعني، ما بتفتكرش قوي وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. خص عليكي يعني، ده جزاتي ان عاوزه اسليكي واخد بحسك. يا شو النبي خدني احسن. خلاص انا اللي قربت الجن ومش طايقه اطلع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالى. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا. ازيك يا ابراهيم؟ عمل ايه الواد؟ اني وين؟ يو اللي خبط التوك. اني توك؟ مالك يا هيما اللي كنت معاه في المستشفى؟ اه الواد مات يا سبتي. الله يرحمه. الحمد لله قوه الا بالله. طب وسوقته؟ خدوا منه التوك توك وهيعدموه. تعالي بس.